يبلغ طول حلبة الهوكي القانونية 61 متراً وعرضها 26 متراً. الحلبة مشيدة أساساً، لكن صنع الجليد هو فن. يجب الحصول على السمك المناسب، فإذا كان الجليد سميكاً فسيرهق جهاز التبريد ويصبح ليناً في الأعلى، وإذا كان الجليد رقيقاً فستخترقه نصال التزلج. أرضية الحلبة هي لوح إسمنتي، وتغطيته بجليد تبدأ في غرفة التبريد في الحلبة. هناك آلة ضاغطة قوية تضخ سائل التبريد، وهو عادة ميثانول أو محلول مالح، عبر أنابيب تمتد تحت أرضية الحلبة. يبرد الإسمنت في حرارة بين 7.7 درجات و9 درجات مئوية تحت الصفر، وهي درجة الحرارة الضرورية ليتجمد الماء على الإسمنت. تصنع هذه الشركة آلتها الخاصة لصنع الجليد بتركيب ارتجاعي لآلة صنع الجليد. خزانها المائي المركب عليها يغذي 20 مرشة تبلل مساحة مداها 4 أمتار. يتجمد الماء في غضون ثوان. لصنع سطح جليدي ممتاز عليكم أن تكدسوا الجليد في طبقات، سمك كل منها مليمتران. تستغرق كل طبقة 8 دقائق. بعد وضع طبقتين يطلى الجليد بالأبيض. قد تظنون أنه من الأسهل الطلاء مباشرة على الإسمنت، لكن الطلاء قد يخشط عندما يزيلون الجليد، وفي نهاية الموسم سيضطرون إلى قشط اللوح وتنظيفه قبل إعادة طلائه، وتلك مهمة باهظة ومتعبة. عوضا عن ذلك، تخلط آلة صنع الجليد الماء ومسحوق طلاء في الخزان المركب عليها، وترش 3 طبقات فوق الجليد. الطلاء لا يجف كما الماء الذي رشته الآلة سابقا، إنه يتجمد ويتحول إلى جليد أبيض. هذا الطلاء المكون من ثاني أكسيد الكربون ومعدن أعد خصيصا لحلبات التزلج، مصمم للالتصاق بطبقة جليد أساسية، وبخلاف طلاء الإسمنت فهو غير سام ويتحلل حيويا، بحيث تذوب حلبة الجليد في نهاية الموسم وتدع الماء تخرج من دون تلويث للبيئة. الآن يصل طاقم لطلاء علامات الهوكي. يضع العمال سلكا لتحديد حدود الخط الأحمر والخطوط الزرقاء وخطوط المرمى. يرفعون أسلاكا متشابكة لتمرير فرشات الطلاء. لطلاء الدوائر المواجهة يستعملون مركزا وسلكا وما يسمى أنبوب طلاء، ولا يستغرق طلاؤها إلا 20 دقيقة. الطلاء هو خزان قابل للحمل، يتدفق من أنبوب الطلاء إلى لبادة مستطيلة على الطرف. الآن خط المرمى عند كل شبكة. أولا يرسمون طبعة، ثم يملؤونها باللون الأزرق الذي ترونه في أحواض السباحة. يستعملون الطريقة ذاتها لطلاء 8 بقع مواجهة. عودة إلى الخط الأزرق، أولا يرشون ماء لتجميد الأسلاك في مكانها، ثم بواسطة فرشات من نوع أنبوب الطلاء ذاته الذي استعملوه من أجل الدوائر، يملؤون المساحة التي يبلغ عرضها 30 سنتيمترا بين الأسلاك. الآن من أجل شعار الفريق المحلي في وسط الجليد، وبعد نشر طبشور أزرق على كتلة، يضعون شعارا رسمه حاسوب فوق رسم على ورق. ينقل هذا التصميم إلى الجليد. يرشون ماء على خطوط الطبشور لتثبيتها في مكانها، ثم يطلون الشعار. أخيراً بواسطة خرطوم خاص بالحدائق يرشون ماء فوق العلامات لتثبيت الطلاء، ثم يغمرون الجليد ببطء بواسطة خرطوم أكبر يوماً ونصف اليوم، وهذا يضيف طبقة سنتيمترات الثلاثة الأخيرة من الجليد. سطح الجليد الذي أصبح الآن صالحاً للتزلج سمكه 4 سنتيمترات ويضم 50 ألف لتر ماء، وهو ما يساوي ملء 300 حوض استحمام.